ليس الوقت من ذهب وقد ذهب، وليس الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع، بل الوقت هو الحياة. لما بدأنا ندرك قيمة الوقت، بدأ التوجه نحو معايير الوقت كمعايير ومؤشرات لقياس أداء الآلات والأفراد داخل مؤسسات الأعمال. بعد الاعتماد لفترات طويلة على المقاييس المالية وتوفير مؤشرات من المقاييس المالية لقياس الأداء، بدأ الاعتماد على مؤشرات ومقاييس لما يسمى بالعمليات الداخلية لمنشآت الأعمال جنبا إلى جنب مع المقاييس المالية، حيث كان التركيز على العمليات الداخلية عندما بدأت سيادة فلسفة تسمى فلسفة البول سيستم أو سحب أوامر العملاء. هذه الفلسفة تعتمد على استلام أمر العميل ثم بدء العملية الإنتاجية، حيث كانت قديما هناك فلسفة تسمى البوش سيستم في الإنتاج، يتم إنتاج كميات كبيرة ودفعها إلى الأسواق ثم البيع بعد ذلك أو تخزين الذي لا يباع، وهذا المخزون بدأنا ننظر إليه على أنه جزء كبير من الفاقد الذي يهدد منشآت الأعمال. بدأ التركيز على زمن دورة العملية وكفاءة العملية وجودة العملية. ما هي العملية؟ العملية هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة. ما هي الأنشطة؟ الأنشطة هي عبارة عن مجموعة من المهام. هذه المهام تبدأ وهذه الأنشطة تبدأ من استلام أوامر العملاء وتنتهي بتسليم المنتج النهائي للعملاء ثم خدمات ما بعد البيع. فبدأ التركيز على داخل المنشأة، على العمليات داخل المنشأة. فكانت فرق الأداء أو فرق العمليات التي تقوم بإنتاج العمليات أو إنهاء وإنجاز العمليات في وقت أقل وبجودة أعلى وبكفاءة في أداء العملية، هي الفرق التي تمثل أداء أفضل. وفرق العمل تنقسم إلى فرق ذات أداء مرتفع وفرق ذات أداء منخفض وفقا لمؤشرات ومعايير العمليات الداخلية التي أهمها مؤشر الوقت أو زمن إنجاز العملية أو زمن دورة التشغيل. ودورة التشغيل تشتمل على مراحل متعددة ابتداء من استلام أمر العميل، ثم تحضير المواد الخام، ثم إنتاج المنتج أو الخدمة، ثم تقديمها وتسليمها في الزمن المناسب، وانتهاء بخدمات ما بعد البيع والتخلص النهائي من المنتج أو الخدمة. هذه المؤشرات جنبا إلى جنب مع المؤشرات المالية وفرت مقاييس عن نواتج الأداء التي هي المؤشرات المالية مثل الربح والعائد على العمليات الداخلية والقيمة الاقتصادية المضافة وكذلك العائد على حقوق الملاك والعائد على الأصول وغيرها من المؤشرات المالية التي تمثل نواتج أداء، وكذلك أسباب الأداء ومشاكل الأسباب مثل كفاءة العمليات الداخلية و قسمة المستهدف أو قسمة الإنتاج الفعلي إلى الإنتاج المستهدف أو الزمن الفعلي للعملية إلى الزمن المستهدف وغيرها من المؤشرات داخل المنشأة التي توفر مؤشرات عن أداء العاملين والأفراد داخل المنشأة. إذن هناك بعدين من أبعاد قياس الأداء تمت تغطيتهما تغطية جيدة، هما منظور المالي ومنظور العمليات الداخلية، اعتمادا إلى معيار أساسي هو معيار زمن دورة التشغيل كمؤشر لقياس الأداء. سنكمل فيما بعد ما توجهنا إليه، فلم نكتفي بزمن دورة التشغيل والعمليات الداخلية والبعد المالي، لكننا توجهنا إلى مقاييس لأبعاد أخرى. هذا ما سيتم رؤيته في حلقات تالية، فتابعونا. شكرا لكم.